أكبر دولة تشكل خطر على الكيان الإسرائيلي هي الصهيوني هي مصر، وبالتالي يبغوا يحطموا أركان مصر ويضعفوا الأمة العربية حتى تقدم مصر بعد ذلك على طبق من الذهب للإسرائيليين وتقام دولتهم من الفرات للنيل كخطوة أولى. ونهى ونقول قدامكم قدام سفرات دول أجنبية وعظام الوفود من الدول العربية، أنا في ناقشوني الفلاسفة اليهود في الندوة هاي اللي عارفينها أنتم، وقالوا لي برنامج اليهودية هو تهويد شمال أفريقيا، برنامج الصهيونية تهويد شمال أفريقيا. قلت له يعني أنتم دولتكم تمتد لشمال أفريقيا؟ قال نعم، ولكن للأسف قال فشل وتعثر، كان يجب أن ينجح. طيب كيف من تل أبيب تحكموا شمال أفريقيا؟ قال لي ما هو تل أبيب، العاصمة بعد ذلك القاهرة. قلت له بالك تقصد القدس؟ قال لا، القدس بنحررها ونسلمها للمسيحيين، أما الهدف النهائي القاهرة مجمع البحرين. شو قال لي انت ما تعرف ان القرآن يقول انت مش ما انت مش مسلم؟ قلت له ايه، مش الله تصدق ما قال القرآن؟ قلت له نعم. قال مش قال موسى لفتاه حتى ابلغ مجمع البحرين يا امضي حقبة؟ وين مجمع البحرين؟ قلت له هذا بالك موجود غادي في نهر الاردن وفيه بالكثير شرم الشيخ. قال العقبة والسويس. قال لي لا، مجمع البحرين رشيد ودمياط، وين ما اجتمعوا هنا القاهرة، هذه قال العاصمة اليهودية، عاصمة الدولة الإسرائيلية التاريخية اللي بعدها ينزل المسيح. توح هذه حكاية المسيح ينزل ما ينزل ممكن نضحك ونقول خرافة، لكن قادة الغرب يؤمنوا، الرؤساء الدول الغربية يؤمنوا للعظم بعودة المسيح بعد ما تكون إسرائيل الكبرى على أنقاض العرب. هذه قضية تتعلق بنزول المسيح حسب اعتقاد المسيحيين الغربيين، أن المسيح ينزل لما تقوم إسرائيل الكبرى، وإسرائيل الكبرى ما تقوم إلا إذا سيطرت إسرائيل ما هم الفرات للنيل من شمال أفريقيا إلى الشرق الأدنى. يعني العراق اللي دمروا فيها الآن تمهيد لدخول القوات الإسرائيلية لها، وليبيا تمهيد لدخول القوات الإسرائيلية لشمال أفريقيا، وكل أصدقاء أمريكا بعد ذلك لن مهما توصلوا لن تصغي إليهم أمريكا عندئذ في تلك اللحظة. لا يمكن تطلب منهم يؤدوا مهمة في فترة معينة وبعدين مهما صار مصالح الغرب ونزول المسيح أهم من ملوك العرب ورؤساء العرب وهاي القمة العربية هي كلها والصداقات العربية. قال لي حتى مش موسى، قال حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبة. قال هل تعتقد أن موسى يعيش أحقاب من الزمان؟ قلت لا، مش ممكن يعيش أحقاب من الزمان، يعني يعيش عشرات السنين. ده قال لي طيب ما لما يقول أو أمضي حقبة، هل من اللي يمضي حقبة؟ معناها قال لي بني إسرائيل ما هو موسى، هذه كناية عن أن بني إسرائيل ولو يمضوا أحقاب من الزمان لابد أن يبلغوا مجمع البحرين، يعني ملتقى فرع رشيد وفرع دمياط عاصمتهم لازم تكون القاهرة. واو التمهيد واضح، هذه مكتوبة بصواتهم في جلسات حقيقية ما هي خيالية، حاضرها ريغان وحاضرينها القادة من الغرب ويتكلموا عن معركة. هذا الشيء لا يقول فيه خطير بزاف. أمر جندة شو اسمها يا نعم؟ نعم؟ شو مش دلون؟ أمر أكم أنتم عارفينها كويس. هاي المعركة هاي اللي احنا نعتبرها خرافة حتى اسمها ناش عارفينها. وهم مؤمنين بها إيمان تام أن هذه المعركة ستقع وبعدها يأتي المسيح. وامتى تقع؟ تقع لما تقوم إسرائيل على أنقاض العرب من شمال أفريقيا إلى الشرق الأدنى، كل الأنهار والمقدسات تكون تحت إسرائيل وعاصمتها القاهرة، وتقع هذه المعركة اللي تو ذكرتها وبعدها ينزل المسيح. تو احنا مساكين وطيبين نحسبه هذا خراف وما فيش حد يصدقه، لما جابونا الفلاشة من غابات أفريقيا وقالوا هذول من بني إسرائيل، هي في حد يصدق وقاعد يبحث عن الإجناس؟ جابوا الإسرائيليين قالوا لا، هاي قبيلة فلاشة من بني إسرائيل، امشوا لفلسطين أرض الميعاد. الخزر يعني قوم ما لهم علاقة ببني إسرائيل أبدا، جابوهم من روسيا وقالوا لهم اسكنوا تعالوا فلسطين أرض الميعاد. هي ليش قامت الدولة هي أصلا؟ مش قامت عليه خرافات دينية قديمة أن هذه أرض الميعاد وأنكم أنتم شعب الله المختار؟ احنا نقولوا خراف عام 48، معقولة في العصر عصر العلم ومش عارف ما زال في حد يتكلم عن أرض الميعاد ما الميعاد ما شعب الله المختار؟ طلعنا احنا المغفلين وتافهين الخرافات ما صدقناش فيها. الخرافات خلقت دولة،
ولا عند الان احنا تحت الخطر من اجل الخرافات من اجل المعركه اللي نحكي عليها، وان اسرائيل لازم تاخذ شمال افريقيا وتاخذ الشرق الادنى والاوسط وعاصمتها القاهره. قولوا انتم هذا خراف. الان المصانع تصنع في الطائرات وفي الصواريخ في ديمونه، يصنع الان في القنابل الذريه والصواريخ النوويه، ما فيش حد يفتش عليهم ولا يقول لهم وقفوا، ويصنعوا في الاسلحه الكيماويه لاباده العرب، ويصنعوا في القنابل الجرثوميه في مصانع الغرب وفي مصانع الاسرائيليين. المعامل تشتغل ليل نهار لتحقيق الخرافه هذه اللي انتم تحكي عليها. قولوا خرافه. هذا يعملوا فيه باسم المسيح، تدمير ليبيا ارضاء للمسيح، تدمير العراق ارضاء للمسيح، وان المسيحيه فرع من اليهوديه، لان عيسى من بني اسرائيل ويهودي. هم الان يعتبروا بالولاية، يدينون بالولاية، يعني الغرب يدين بالولاية لاسرائيل لان المسيحيه فرع من اليهوديه. وانتم العرب كفار والمسلمين كفار ومارقين، وان محمد ما هو نبي، قالوا لي بهالشكل، والقران قالوا لي هذه شريعه حمورابي. كذابين انتم، ما في قران. الله عمره ما يخاطب العرب، ليش؟ لان العرب حقراء، ما يخاطبهم الله. الله يخاطب اليهود بس وبن اسرائيل والمسيحيين. لان العرب فيه موقف عنصري منهم. تاريخي من الأندلس ومن الفتوحات الرومانية ومن الحروب الصليبية ومن الاستعمار الغربي الحديث ومن زرع إسرائيل. هذه كلها مشكلة تراث ثقافي، مشكل عقدة عنصرية عند الغرب. هذه لازم تفهمها الأمة العربية كلها، تفهمها الجماهير العربية. الحكام ما يهمني يفهموها ولا ما يفهموها، لكن المواطن العربي اللي هو مستهدف بالسحق وبالإهانة لازم يفهم ان اللي نواجهه الان وابتداء من ليبيا هو سياسه عنصريه مبنيه على ثقافه عنصريه للغرب تكره العرب. وما يقدروش يقولوا ما فيش ثقافه زي هذه، لانهم يعترفوا بان هناك ثقافه عدوانيه ضد الساميه. وتستغلها الصهيونيه، وكل واحد تتهم بانه مضاد الساميه، معناها فيه ثقافه عنصريه تخلق موقف عدائي ضد عنصر معين. هذا يقول لك ضد العنصر السامي. معمر القذافي الله يرحمه منين قال هذا الخطاب بزاف ديال الناس ضحكوا عليه وقالوا راه هبيل كيخربق، هبيل كيخربق. دروك كنشوفوا داكشي اللي كان كيقول كيتحقق شويه بشويه. وهذه الهضره اللي قال وقال عليها الخرافات، بزاف ديال العرب كيقولوا خرافات رغم انهم هادشي كاين في احاديث نبويه صحيحه. للاسف كتلقى بعض العرب ما كيامنوش بها وكيسميو راسهم مسلمين، بينما اليهوديين كيأمنوا بها قطعية. حتى حنا كنأمنوا بها، إلا أنك كتلقى بعض الإنفصاليين كيسميو راسهم مسلمين داخلهم الشك فيها. وهي القصة نتاع المسيح الدجال اللي هو عند اليهود المسيح المنتظر. هادشي اللي قالوا معمر القذافي مازال غادي نزيدو نشوفوه، ومازال غادي يتحقق من هنا للقدام إلا ما وقفوش ضدهم العرب والرجال. المهم هادشي ما كاين في الفيديو ديالنا، وهذا من أخطر الفيديوهات اللي فوت ومن أصعب الفيديوهات اللي فوت. هادشي علاش بغيتكم كاملين تبارطاجيوه، هادشي علاش ما بغيتش نهضر في الأول، قلت حتى التالي ونهضر مع خوتي. هاد الفيديو مادا بيا تبارطاجيوه، فيه بزاف ديال المعلومات. معمر القذافي بزاف ديال الخطابات ديالو ما كاينينش في اليوتيوب، كتلقاهم بصعوبه الا بعض الخطابات، وهذا الشيء ما كاين في الفيديو. تهلاو.